ما انا عندي كانسر وصار لي 3 اشهر ما بعمل، ما بتعالج، كل اسبوع بدي 5 ملايين، منين بدي اجيب؟ وجوه شاحبة تهاب المرض، مواطنون عاجزون عن تكبد كلفة الاستشفاء وخائفون من أن يصيبهم مكروه لا يقدرون على مداواته. منهم من فتك به المرض، ومنهم من يسلم أمره لله، فلا قدرة لهم على دخول المستشفى ولا حتى على التأمين على حياتهم من خلال بوليصة لا يمتلكون ثمنها. قادر تجدد الأسيرانس اليوم؟ والله صعب كتير، صعب كتير. خلص تاريخها، له شهر خلص تاريخها. حتجد قادر تجددها اليوم لان صارت على الدولار؟ هلا كنت عم بحكي معهم على الاسيرونس، بدي ادفع 585 دولار ليجددوها. قادر اليوم تتكبد هاي التكلفه؟ عم بعد للمليون، مش قادر اسحب مصاري من البنك. قادر تتكبد تكلفه دخول المستشفى اللي هي كثير عاليه؟ لا اكيد ما في، بحالة رعب المواطن على طول، ما بيعرف شو مخباله لقدام. ما فينا ندفع، ما في شغل لندفع للأسيرانس. هيدا لو في شغل لعيونه، أول مرة بعمل أسيرانس، بس شو ما نعمل ما في شغل، قاعدين. لا سمح الله اليوم عزت تفوت مستشفى قادر؟ مش قادر، مش قادر، الله كبير، في الله فوق، شو ما نعمل، هيك محكومين علينا، شو ما نعمل، ما فينا نعمل شيء غير شيء. قبل 20-30 سنة عملت، هلا مش عامل. طب هلا اذا فت لا سمح الله على المستشفى قادر هلا بدي موت، شو بده يصير اذا فتت على المستشفى؟ الله كريم. ومع غياب الجهات الضامنة وعدم قدرتها على تغطية تكاليف الاستشفاء، يتجه المواطنون نحو شركات التأمين الخاصة التي بدورها تسعر ايضا على الفريش دولار. تأمين إجباري يقبض فريش دولار، بده يدفع بالمستشفى تكلفة فريش دولار 100%. برضو عم يكون كتير صعب على الناس، لأن عم يكون يقبضوا باللبناني وعم يدفعوا كل شيء بالدولار. كل الناس اللي كان عندها ضمان عم تركوا تعمل تأمين، اللي كان عنده تعاونية تعاونية موظفين ما عم يتغطوا لأنه المستشفيات ما عم يقبلوا لا على الضمان ولا على التعاونية لأنه عم يكون باللبناني، وهن بدهم فريش دولار. عم يكون عم يدفع المواطن تكلفة الفاتورة يعني 20 مرة زيادة، يعني صور بين سعر الصرف العادي بالبنك وبين سعر السوق السوداء كدولار عم يكون الديفرنس كتير كبير. إذا عنا بعمر الستين بين 60 و65 تقريبا عنا بال970 دولار، إذا عمره بين 55 و60 ب820 أو 870. عن ما حدا رح يقدر يتحكم إلا إذا كان معه كاش ماني بين إيديه. إذا في بلد تتخطى فيه نسبة الفقر 70%، ومع غياب خطة استشفائية شاملة وعدم إقرار الدولة لقانون ضمان الشيخوخة، فإن المواطن متروك لقدره ليصارع المرض بلحم مهترئ.